أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ عن مشاركة مصر في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة. وقال المتحدث العسكري إن الجسر الجوي الممتد على مدار الأيام الماضية نفذ أعمال الإسقاط الجوي لمئات الأطنان من المساعدات شمال قطاع غزة لتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء، انطلاقا من الجهود الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.